تزامناً مع الذكرى 71 لعيد الشرطة، أوفدت مديريات الأمن عدداً من الضباط لزيارة عدد من المدارس لتعريف الطلبة بالبطولات والتضحيات التي سطرها رجال الشرطة. كما استقبلت المنشآت الشرطية عدة زيارات من طلبة وتلاميذ المدارس للمشاركة مع رجال الشرطة الاحتفال بعيدهم. بينما واصل رجال الشرطة توزيع الورود على المواطنين بالشوارع، وكذا كتيبات للتوعية بمخاطر المخدرات والتعريف بمحاور القاهرة. كل سنة والشرطة المصرية بخير، كل سنة وكل مصر بخير وكل شعب مصر بخير. عايشين بحصتكم وبتعبكم ومجهودكم ومقدرينه جدا. واجب علينا احنا والله اننا نوزع عليهم كل حاجة حلوة، ربنا يحفظهم. الشرطة دول أجدع ناس وأجل ناس وأخلص ناس وأحسن ناس في كل حاجة. ربنا يبارك لنا فيهم. كل سنة وانتم طيبين ودايما كده بتحمونا وفي ظهرنا وتحية كبيرة للسيسي وتحية مصر. يسعدنا ان نكونوا في وسطينا واحنا في وسطيهم، مبسوطين جدا باليوم ده. يا رب يبقى فرحة على مصر وامان، وتحية مصر تحية مصر تحية مصر. تحتفل مصر كلها بعيد الشرطة 71، والذي يأتي تأكيدا على التضحيات التي قدمها ويقدمها رجال الشرطة على مر العصور. فقد استقبلت المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية عدداً من طلبة المدارس، واطلعوا من خلالها على الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل أداء الواجب. وقام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا والورود على طلاب المدارس المتواجدين، وقام الطلاب بتهنئتهم بمناسبة عيد الشرطة. انا مبسوط هنا عشان انا جيت عشان شفت الضباط، وكل سنه وهم طيبين. كل سنه والضباط طيبين بمناسبه عيد الشرطه 25 يناير. تحيا مصر، كل سنه والضباط طيبين. كما قام طلاب كلية الشرطة بزيارة لعدد من المدارس في إطار هذه الاحتفالية، وإحياءً لهذه الذكرى الخالدة والغالية على كل مصري. وقام طلبة كلية الشرطة بإهداء طلبة المدارس هدايا تذكارية بهذه المناسبة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما تم توزيع مطبوعات للتوعية بمخاطر المخدرات وأثرها السلبي على الشباب والمجتمع، ومدى خطورتها على الصحة العامة للمواطنين، وحفاظاً على مجتمعنا من تلك المواد السامة التي تدمر عقول أبنائنا وتؤثر على حاضرهم ومستقبلهم. ربنا يكرمكم ان شاء الله، وهم حماية مصر كلها. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظكم وربنا يخليكم لينا ويخلينا ليكم كل حاجة. كل سنة وهم طيبين وفي امان، وربنا يحافظ عليهم. انا مبسوطة من الروقة والامن والامان والجمال والرغي في جمهورية مصر. شكرا جزيلا، بحبكم. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. وقد شهدت الاحتفالات توزيع كتاب اعدته مديريه امن القاهره بعنوان القاهره لا تتوقف، يتضمن كافه المحاور والكباري المستحدثه بالقاهره لارشاد قائدي المركبات الى الاتجاهات الصحيحه. في كيو ار كود لكل محور يشرح لك بدايه المحور فين ونهايته فين، المطالع والمنازل بتاعته، بيسهل على حضرتك ان انت تعرف ايه المحاور الجديده كلها. في طفره كبيره قوي في الطرق والكباري، ومحدش يقدر يتكلم عليها يعني. والله هو فعلا الكتاب ده هيسهل علينا حاجات كتير قوي، بدل ما نقعد نفتح ابلكيشنز وننزل ابلكيشنز، ده هيكون اسهل بكتير، وفعلا الواحد محتاجه جدا. وبجد بجد يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بجد عمل مجهود جبار في الطرق، وطبعا الناس كلها شايفه يعني ما بقاش فيه اي مثلا زحمه، الطرق بقت اسهل بكتير عن الاول، فالحمد لله. ميرسي جدا وكل سنه وانتم طيبين. وفي إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 71، تزينت مصر كلها احتفاءً بهذه المناسبة، وملأت الفرحة وجوه الحاضرين، وعزفت المقطوعات الوطنية في الميادين والشوارع التي تجمع حولها المواطنون
كما ظهرت أجواء الاحتفالات ببرج القاهرة والمناطق السياحية تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة.